مرحبا. مرضى تشمع الكبد هني عرضة ليصير عندهم مضاعفات كتير، خصوصا لو صير الكبد بمرحلة بنسميه تشمع غير معوض. في كتير من المضاعفات اللي نحن بنشوفها، خصوصا النزف الهضمي. النزف الهضمي بصير أكتر شيء نزف هضمي علوي عن طريق الفم، بصير المريض ينزف دم مع التقيؤ، ممكن يكون دم أسود أو أحيانا دم أحمر قاني. عادة بيكون صاير عندنا شيء بنسميه إما اعتلال معدي كبدي، أو بصير عندنا شيء بنسميه الدوالي، اللي هي توسع بالأوردة إما بالمريء أو بالمعدة. واحدة من الطرق اللي نحن بنستخدمها عن طريق المنظار لمعالجة نزف الهضمي العلوي عند مرضى تشمع الكبد هو ربط دوالي المري. إذا هذه الأوردة اللي بتكون موجودة بأسفل المري عادة بصير فيها توسع، نتيجة التوسع طبعا بيكون في زيادة بضغط الدم فيها، ضغط الوريد البابي بيخلي المريض ينزف بسهولة. فنحن بنفوت عن طريق المنظار نقدر انه نعمل ربط لهذه الدوالي، وبالتالي لما نحن نربطها بنخفف احتمال حدوث النزف، وممكن المريض يحتاج اكثر من جلسة لحتى نقدر نخلي المريض يتعالج من هذا الموضوع. في حالات متكررة ممكن تصير نحتاج انه المريض يسوي اجراء عن طريق الأشعة التداخلية، بنسميه اختصارا تيبس، اللي هو ممكن انه يخفف من ضغط الوريد البابي وبالتالي يخفف من احتمال النزف. حسب الدراسات انه 50% من المرضى اللي بيكون عندهم تشمع كبد غير معوض بيتوفوا نتيجة النزف الهضمي العلوي، خصوصا عن طريق دوالي المري. فكتير مهم هذا الاجراء، نحن ننصح فيه المرضى اللي عنده تشمع كبد انه يسووا منظار للمعدة، ومنشوف في مراحل دوالي المري اذا كان مرحلة ثانية او ثالثة ممكن انه يتم اجراء ربط لهذه الدوالي، بحيث انه نحن نساعد المريض انه يتجنب حدوث نزف، لانه النزف بيكون نزف صاعق بنسميه، اللي هو نزف شديد صعب التحكم فيه. فدائما نحن بنقول للمرضى اللي عندهم تشمع كبد انه في مرحلة ما لو يصير تشمع كبد غير معوض لازم يسوي منظار للمعدة، وفي حال وجود دوالي مري تم ربط دوالي مري. شكرا كثير لكم، نتمنى لكم الصحة والعافية، يعطيكم الف